اتولد في محافظة قنا وتخرج من الكلية الحربية سنة 1971. خدمته كانت في الإسماعيلية وكان ليه دور كبير في حرب أكتوبر بعد مشاركته في معارك كتير أثناء الحرب. بعد سنين انتقل لسلاح الحرس الجمهوري وبدأت علاقته بحسني مبارك، وكان من أقرب الناس لي، وبسبب أنه كان رافض توريث الحكم لجمال مبارك حسني قلب عليه وبعده عنه تماماً. قصة أبو الوفا رشوان السكرتير الخاص لمبارك وصندوق أسراره. اسم أبو الوفا رشوان تردد كتير وتعرف للناس كلها بعد ثورة 25 يناير والإطاحة بنظام مبارك. وقتها اسمه كان من ضمن الأسماء اللي ترددت في قضايا الفساد، وكان مع مجموعة الناس اللي جهاز الكسب غير المشروع سألهم من أين لك هذا. صدر قرار وقتها بالتحفظ على أملاك أبو الوفا رشوان واتهامه في قضايا فساد والتربح من منصبه. وقتها أبو الوفا رفض الاتهامات دي وقدم أوراق بتأكد شرعية فلوسه وأملاكه، وقال إن كل ده من ورث والده اللي كان عمدة وراجل صاحب أملاك وأراضي. قصة أبو الوفا رشوان في القصر الرئاسي خدت أكتر من اتجاه. بعد ما كان من أقرب الرجال لرئيس الراحل مبارك، حصل بعد كده خلافات ما بينهم وتم الإطاحة بيه من منصبه كسكرتير خاص للرئيس، وتم تعيينه في مكان تاني. أبو الوفا كان عامل قلق بين رجال مبارك، وكان في ناس جوه القصر عندهم شعور بالقلق دايما بسبب توطيد العلاقة بين الرئيس وأبو الوفا، وكان دايما بتحصل حالة احتقان بسبب اعتماد مبارك عليه في ملفات مش من اختصاصه. كان دايما يقول سيبوا الموضوع ده لأبو الوفا، هو هيخلصه. ثقة الرئيس الراحل فيه ما كانش ليها حدود، وده كان كفاية إن أبو الوفا يبقى ليه أعداء مع شخصيات كتيرة وكبيرة من رجال مبارك. حصل أكتر من موقف هزوا ثقة الرئيس فيه، وطبعاً الناس اللي حواليه كانوا ما بيصدقوا إن أبو الوفا يغلط. أول حاجة حصلت لما سكرتير الرئيس أقر رئيس مجلس إدارة شركة من أكبر الشركات في مصر وقتها، وعين رئيس مجلس إدارة جديد. كل ده تم من غير ما يرجع لمبارك. اللي حصل وقتها إنه مبارك اتنقلت له الأخبار، واللي وصلوا له المعلومة زودوا شوية حاجات جدعانة منهم كده. مبارك بدأ يعلم بالقلم الأحمر على أبو الوفا، وبعد فترة فكرة توريث الحكم لجمال مبارك كانت هي اللي مسيطرة على عقل الرئيس الراحل وزوجته سوزان مبارك. أبو الوفا كان الوحيد تقريباً اللي ضد الفكرة دي. مبارك غضب عليه لما حس إنه هيقف في وش جمال ابنه، وسوزان قالت للرئيس الراحل أنت صبر عليه ليه؟ وقتها مبارك خد قرار باستبعاد أبو الوفا من منصبه، لكن سابه في رئاسة الجمهورية وعينه في منصب أقل أهمية من اللي كان فيه. وقتها مبارك عمل اعتبار انه من اهم الناس اللي تعرف اسراره، وكان حافظ للاسرار دي. وبعد محاكمة الرئيس الراحل حسني مبارك في القضية المشهورة واللي اتعرفت باسم القصور الرئاسية، ابو الوفا رشوان المحكمة طلبت شهادته. وقتها انصف مبارك وقال انه محصلش ان مبارك طلب بناء وتشييد قصور رئاسية على نفقة الدولة.